تحية طيبة لكم عشاق الرجاء، وحييكم أينما كنتم في عدد جديد من برنامجكم أصداء الرجاء، والحديث عن الوضعية الحالية للقلعة الخضراء بعد تولي الهزائم داخل إطار البطولة الاحترافية وأيضا الإقصاء من كأس العرش، بالإضافة للحديث عن مباراة أولمبيك خريبكة. للحديث عن كل هذه المواضيع يحضر معنا ضيفين من الفريق الأول في الجزء الأول. باسمكم مشاهدينا نرحب بضيف حلقة اليوم من أصداء الرجاء النجم ياسين الصالحي. ياسين مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا الأخ نبيل. ياسين، ندخل في صلب الموضوع، وبداية الحديث ستكون حول الوضعية الحالية لفريق الرجاء البيضاوي بهزائم متتالية داخل إطار البطولة، الأولى أمام المغرب التطواني داخل الديار، والثانية بالكلاسيكو أمام الجيش وهزيمة بالرباط بهدف لصفر. قراءة للوضعية الحالية لفريق الرجاء البيضاوي. بالنسبة للوضعية الحالية لفريق الرجاء البيضاوي، الجميع ما كي بغيش يشوف الفرقة ديالو في هذه الوضعية هذه، لا كلاعبين لا كجمهور. احنا كما قلت لك احنا خلينا فيها كلاعبين ما خصناش نطولوا في هذه الوضعية هذه. تنتمنى من الله باش تفوت هذه الفترة هذه، اي فريق كيفوت كيدوز بهذه الفترة هذه كنتمنى من الله باش تفوت هذه الفترة هذه وان شاء الله نرجعوا الفرقة القدام ان شاء الله. نعم، يعني تعتبرها مرحلة فغار ليس هذا الشيء اللي كاين. ياسين، الجمهور يحمل اللاعبين المسؤولية، بعض من الجماهير ليس الكل، هناك من يحمل الطاقم التقني، هناك من يقول أن هناك أزمة تسير، والبعض يقول أن جزء كبير من اللاعبين يتحمل مسؤولية النتائج التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة، بماذا ترد على هذه الجماهير؟ طبيعة الحال الفرقة مين كتكون ما كتحققش نتائج كتكون بزاف ديال الهضرة، شي كيقول لك اللعابة، شي تيقول لك المدرب، شي تيقول لك الإدارة، مين كتربح راه ما كيتجاوبش شي واحد ما كيهضر في هذا الموضوع. بالنسبه لينا حنا كلاعبين، حنا اي واحد كيتمنى باش يفوز ويفرح الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. كما قلت لك حنا عندنا لاعبين باقيين صغار، شي خمسة لعابه باقيين صغار، ولكن عندنا لعابه جداد، كنظن بان الفريق تبدل شي 90%. وبالنسبه للاعبين اللي جاوا، كاين اللي غيتقبل الضغط ديال الجمهور، كاين اللي ما غاديش يتقبل. بهذه المناسبه كنبغي نطلب من جمهور فريق الرجاء البيضاوي، حيت حنا محتاجين لكم في هذه الوضعيه هذه، حيت بان راه المعيوره ما غاديش يجي دابا الفرقه القدام. بالنسبه لي انا شي لعابه ما يبقاش على الضغط، كيدخل ولا كيفكر في الجمهور، ما كيفكرش في النتائج. نتمنى من الله باش تجيو تازرونا ونبركو ونتهضروا بعضياتنا احسن من هذاك المعيور، حيت المعيور ما غاديش يزيد بالفرقه القدام. نعم، قلت واحد المساله هو ان مجموعه من اللاعبين الشباب وايضا اللاعبين الجدد كيمارسوا فريق الرجاء البيضاوي للمره الاولى تحت الضغط لن يقدموا الإضافة، هناك لاعبين جدد، هناك لاعبون شباب سوداني بن حليب مطيب بانون، مجموعة من لاعبين شباب بالإضافة للاعبين اللي ما موالفينش الضغط وعلى رأسهم طبيعة الحال أحمد جحوح، لأن ضغط المغرب التطواني ليس هو ضغط فريق الرجاء البيضاوي. بالنسبة لك ياسين، أين يكمن مكان من الخلل بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي؟ لأن كيف ما قلتي الفريق غير جلده بنسبة 90% بداية الموسم كانت مع الهولندي، رحل الهولندي جاء رشيد الطوسي، في كاين المشكل بالضبط؟ المشكل هو بان كما قلت لك المشكل هو ديال هاد اللاعبين، عندنا باقيين صغار وكاينين لعابه جداد، ما يمكنش تبدل الفرقه 90% وتجي تعطيك النتائج. بطبيعه الحال حنا كثرنا في النتائج ديال السلبيه، كنتمنى من الله باش غير شويه تصبر ان شاء الله، راه مي غادي نادي الربح وراه غنقولوا الكلمه ديالنا وغادي نبقاو غادي بواحد الخط تساعد، غير كاين الصبر. والحاجه الوحيده اللي غناكد عليها بان كما قلت لك لا جيتي تعاير اللعابه راه ما يمكنش يعطي ما عنده. كاينين كما قلت لك كاينين شي لعابه بحال كاينين شي خمسه لعابه في الفرقه يقد يتقبل الضغط. ديجا كنا لعبنا، كاين اللي لعب 4 سنين، كاين لعب 8 سنين، مولفين هذه الاجواء هذه. كاينين بعض الاغلبيه ديال اللعابه ما يصبروش لهذا الضغط هذا، ما يمكنش يعطيك في التيران. لا جيتي ساعدتي، لا جيتي ساعدتي وشجعتي راه يعطيك اكثر من عنده. كنتمنى من الله ما يبقاش نتعايروا، وحنا راه نقولوا الكلمه ديالنا ان شاء الله خاص يكون غير شويه الصبر. خصوصا مسار البطوله لا جار في بدايته وباقي هناك مجال للتعويض. هذا الشيء اللي كاين، وتنتمنى من الله حتى حنا راه كلاعبه ما خاصناش نوسعوا الفرق بيننا وبين الاولى، باش لا ريكيبيريز يتقاد يكون الفرق ديال شي نقاط ماشي بزاف. يكفي انك تفوز مباراتين وثلاث مباريات غتكون ضمن فرق الصفوف. ولكن خصك تسنى الفرق الاخرين حتى هي تاثر. كنتمنى من الله بان الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي من جمهور العالميين. الجمهور اللي معروف عالميا ما جاتش معايا غير اللعابه ديالو. كنتمنى من الله باش يجيو يشجعونا. بصح حنا كثرنا، حنا كلعابه كثرنا، والراجل ما عمرها داس في هذه الوضعيه هذه بصح. ولكن كاينين بزاف ديال الاسباب، كنتمنى من الله باش يصبروا علينا الجمهور، وحنا ان شاء الله نقولوا كلمه ديالنا. وراه كما قلت لك انا بالنسبه لي انا راه دوس مع الراجل حلوه والمره، انا ما عنديش مشكل. خمسة لعابة ديال فريق الرجاء ما عندهمش مشكل، مولفين على الضغط نتعايروا، ولكن إلا دخلنا في التيران غادي نديروا المهمة ديالنا. الرسالة واضحة ياسين. نرجعوا لسؤال تلقيته أكثر من مرة،
مركز ياسين الصالحي داخل فريق الرجاء البيضاوي، تلعب الان رفقة رشيد الطاوسي كرأس حربة في وقت اللي عهدناك كموزع وكلاعب 10 داخل الفريق، هل انت مرتاح في رأس الحرب؟ من طبيعة الحال انا ما مرتاحش، ولكن المدرب ديالك ميش يقول لك العب شي مكان ما يمكنش، خاصك ضروري تضحي شوية. بالنسبة لي انا كجميع كيعرفني كنلعب موراليز اتاكو، كنتمنى من الله باش كما قلت لك كنتمنى من الله باش دوز هذه المرحله هذه ولعب في البوز ديالها ونبقاو غادي الفرقه القدام ان شاء الله. ان شاء الله غادي نمر مباشره للاعداد لمرحله المباراه المقبله، مباراه اولمبيك خريبكا، مباراه بدون جمهور بمركب محمد الخامس، وقد نقول لا مباراه بدون ضغط جماهيري، قد تكون فرصه لتحقيق نتيجه ايجابيه امام فريق يلعب كره جميله بطل لكاس العرش. كيف هي الاستعدادات لمباراه اولمبيك خريبكا؟ الرسائل التي يمررها طاقم رشيد الطاوسي لتحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه الاحد. والرساله اللي قال لنا سي رشيد الطاوسي هو اول حاجه نسى مباراه ديال الجيش الملكي. نعم. وتنتمنى وبالنسبه للاستعدادات كجميع المقابلات اللي قمنا بهم قبل، بالنسبه للمباراه كنت كنتمنى باش الجمهور يجي ازرنا، ما عرفتش القرار ديال بالنسبه مزيان جبتي لي هذا الموضوع. بالنسبه للمباراه ديال الجيش الملكي جات كوفره ديال بوطيب، الجمهور ديال ليفار شيروا علينا بالحجر. نعم. عطيت الاربيط ككابيتان عطيته حجره كبيره اكبر من اللي لاحوا جمهور فريق الرجاء البيضاء، عطيته حجره شدها ويرجع للتيران. نعم. نهار الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاء ولا حجره مشدها الحكم مندوب مقابل. ما يمكنش هذا القرار هذا، كنتمنى من الله ما كنتش كنتوقعوا، وحنا كنا كنتمنوا باش تكون الانطلاقه ديالنا مع اولمبيك خريبكا بالجمهور ديالنا بحاضر الجمعه، حيت لما لعبتي بمقابله بلا جمهور واخا الجمهور كيعاير وداكشي المهم راه معاك. نعم. الفرقة الاخرى مين كتشوف بان راه الجمهور ديال الرجاء راه كثير وداكشي راه كينقصوا واحد 20%. نعم. وقد تكون فرصه لانطلاقه حقيقيه مباراه الاحد امام اولمبيك خريبكا. رساله للجمهور ياسين الصاحي كاخر سؤال مع هذه الكاميرا، اعطيهم رساله للجمهور، رساله وجهها لهم، شنو تبغي تقول جماهير فريق الرجاء البيضاوي في وضعيه حاليه؟ بالنسبه نبغي نقول لجمهور فريق الرجاء البيضاوي بان حنايا راه محتاجين لكم بصح، حنايا حنا نستاهلوا المعيور ماشي ما نستاهلوش المعيور، حيت حنا كثرنا في هذه النتائج والراجل ما عمرها عاش في هذه الاجواء هذه. كنتمنى من الله كما قلت لك الاخ نبيل يجي الجمهور ازرنا ويصبر علينا غير شويه وغادي نقولوا الانطلاقه ديالنا، راه كاينين عند بزاف ديال الاسباب، كاينين لاعبين صغار كاينين لعابه يلاه جاوا، تنتمنى من الله باش يجي ويشجعونا في هذه المباراه هذه. ماشي كنقول لكم هكا حيت راه ما تعايروناش، حنا كما قلت لك راه كنستاهلوا المعيور حنا كاملين. نعم. ولكن كنتمنى من الله باش نجيو نشجعونا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ياسين على حضورك. اذا مشاهدينا سنبقى واياكم مع ريبورتاج يقربنا اكثر من الجماهير الرجاويه التي تساند الرجاء في الضراء قبل السراء داخل وخارج الديار، ثم نعود مع الجزء الثاني فتفضلوا بالبقاء معنا. إذا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأوفياء في الجزء الثاني من أصداء الرجاء الذي نستضيف فيه نجم الفريق الأول عادل كروشي. عادل مرحبا بك. مرحبا بك أخ نبي. تحية خاصة. أمور مزيان بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. عادل تقريبا نفس سؤال ديال ياسين الصالحي، توالت الهزائم في المباريات الأخيرة وحقق الفريق نتائج سلبية على مستوى البطولة بعد الإقصاء من كأس العرش، كيف تقرأ هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الفريق؟ بصراحة احنا كندوزو واحد المرحلة خايبة، جاونا مقابلات اللي انهزمنا فيهم، الجمهور ما كانش راضي علينا. شنو نقول لك، المباراة اللي خسرنا مأثروا فينا بزاف، وخصنا مازال عندنا لاعبين اللي مازال شبان. كنتمناو ان شاء الله باش نتجاوزوا هذه المرحلة هذه، والفريق راه كيدوز في واحد المرحله اللي خايبه، كنتمنى ان شاء الله باش نتجاوزها ان شاء الله. ان شاء الله. عادي للموسم الرابع لك رفقه الرجاء الرياضي، جاورت مجموعه من المدربين محمد فاخر، فوزي البنزرتي، عبد الحق بن شيخه، فتحي جمال، جوزي روما، ورود كرول، والان مع رشيد الطاوسي، تجربه كبيره ربما ومثل هذه المراحل عشوها مع مدربين سابقين خلاتكم تكتسبوا من التجربه، كيفيه الخروج منها؟ ما هي الرسائل التي تقدمون للاعبين الجدد للاعبين الشبان للخروج من هذه المرحلة وعودة الرجاء لسكة الانتصارات؟
وحنا دزنا مع مدربين ودازوا مدربين فريق الرجاء البيضاوي دزنا في مراحل بحال هادو وخرجنا منهم. احنا كيف ما قلت لك كاينين اللعابه اللي باقين وكاينين اللعابه اللي جداد وكاينين اللعابه اللي شبان. احنا كنا نحاولوا باش نجمعوا الجروب وباش يكون واحد الانسجام ما بيننا وبين اللعابه. كنتمنوا ان شاء الله باش نتجاوزوا هذه المرحله كيف سبق لي وقلت لك. وفريق الرجاء البيضاوي راه فريق كبير وفريق اللي كيلعب على الالقاب. احنا مازال يلاه في البداية ديال الشامبيونة، مازالنا 22 ماتش اللي عندنا مازال باش نصحوا الاغلاط اللي كنا كنديروا. وحنا ما غنهبطوش يدينا، ما نهبطوش يدينا. احنا مازال عندنا مقابلات اللي كنتمنى ان شاء الله باش يرجع الفريق الرجاء البيضاوي السكة الصحيح. نعم، الجمهور الرجاوي عادي يتساءل على ان اين يكمن المشكل بالضبط في فريق الرجاء الرياضي، لان كما قلت للمره العشرون على ان ترسانه الرجاء تتوفر على لاعبين في مستوى جيد وقادر على انهم يفوزوا في كل مباراه سواء تعلق الامن مدينه الدار البيضاء وايضا بمباريات خارج الديار. بطبيعه الحال احنا عندنا لعابه في المستوى غير الفريق اللي كيدوز من واحد المرحله فراغ. هذه سحابه عابره، خصنا الكل نتضامنوا مع الفريق والكل نكونوا مع بعضياتنا في هذه المحنه هذه، لان احنا محتاجين كل شيء. احنا محتاجين الرجاويين. نعم. احنا محتاجين الرجاويين اللي وقفوا في جنبنا، لان احنا كنديروا كل في مجهدنا باش نكونوا في المستوى وباش نعطيو كل ما عندنا. لان احنا اي لعاب في الرجاء، لا كبير لا صغير، لا اي واحد كيدخل التيران والا كيعطي كل ما عنده. لان احنا نخرجوا على نطاق الكره دي. هذه الخدمه ديالنا احنا. نعم. هذه هي الخدمه ديالنا. وهنا ملي كن مصدر العيش. نعم. لان عندنا دي بريم في هادو. نعم. في لي ماتش راه كتلعب عندك بريم. نعم. الا ما ربحتيش راه ما تاخذش ديك بريم. نعم. وحنا كيتسناونا عائله وكيتسناوك بزاف د الحوايج. نعم. بعيد على زعما تبغي تربح ولا شي حوايج، لان هاد الفلوس هادو ما باش كنعيشوا حنا. نعم. هذه هي خدمتنا، ما كاينش شي واحد عنده شي حاجه اخرى. نعم. غير المساله اللي كتبقى هي مساله حظ. والفريق كيدوز من هذه المرحله هذه اللي خايبه وخايبه خايبه بزاف، اللي حنا كلعابه ما راضينش عليها. نعم. انا شخصيا نقول لك على راسي، انا نهضر لك انا شخصيا الوقت اللي كنخسر ماتش ما كنعش. نعم. ما كنعش ونقدر نشوف التليفونات حتى دارنا ما نقدرش نمشي ليها. نعم. الله ما نكذب عليك، ماشي زعما كنبغي. نعم. باش نبين للجمهور بان انا كن. نعم. انا بحالك، انا ما كنرضاش ونفسي خايبه وكنضر اللعابه كاملين بحال كنضر اللعابه كاملين بحال. انا ما كنعش والدار ما كنشوفهمش. انا علاش كنبغي نبقى بوحدي وما كنرضاش اصلا حتى اللي ربحت كاع الفرقه وكنت انا خيب ما كنرضاش على راسي. نعم. ما كنرضاش على راسي. كنتمنى ان شاء الله باش نخرجوا من هذه المرحله هذه في اقرب وقت ممكن، لان الرجاء هذه وفرقه كبيره هذه، لان كنحملوا التوني ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي توني غالي. نعم. وفريق غالي، وكنتمنى ان شاء الله باش نتجاوزوا هذه المرحله هذه في اسرع وقت باش الجمهور يكون توا فرحان معنا، لانه هو الاهم عندنا. نعم. في هذا الشيء كل شيء هو الجمهور يكون فرحان. نعم، هذه الرساله واضحه. نمشي لمباراه اولمبيك خريبكا، مباراه قويه امام فريق قوي، وتحقيق نتيجه ايجابيه يبقى الهدف الاكبر والفوز بالاداء والنتيجه، او على الاقل تحقيق الثلاث نقاط في انتظار النتيجه، في انتظار الاداء يجي من بعد في المباريات المقبله. كيف هي الاستعدادات لهذه المباراه؟ شوف اخويا نبيل، احنا ماشي غنجيو حتى لهذه المقابله ديال خريبكا ونقولوا غربحوا خريبكا. نعم. احنا حتى الماتشات اللي قبل كنا كنقولوا غربحوا هذا الماتش. نعم. وكنخسروا كنقولوا هذا الماتش وكنديروا مجهود، ولكن ربي ما كيكتبش واحد الحاجه يمكن. نعم. ولكن احنا راه كنديروا واحد المجهود كبير. احنا كنعيشوا مع بعضياتنا، احنا لعابه اكثر ما كنعيشوا مع والدينا واكثر. نعم. ما كنعيشوا، ولكن ما كتيسرش. ولكن احنا في هذه الحاله هذه احنا الدراري اللي عندنا الاكسبيريونس والدراري اللي قدام في الفرقه كنحاولوا باش نجمعوا الجروب وباش كننصحوا اللعابه باش ما نهبطوش يدينا، باش نبقاو راسنا نهزوا راسنا ونبقاو مجموعين ونبقاو خوت، لان هذه النتائج السلبيه غدوز. نعم. وبعد العسر يسرى. احنا غتيسر ان شاء الله الامور، وكنتمنى الجمهور باش يوقف في جنبنا. وانا احسن من بعد نقول واحد الميساج ان شاء الله. ان شاء الله رسالتك واضحه عديل، وكانك متفائل بخصوص البطوله الاحترافيه، وكتقول اننا فقط في البدايه، مازال هناك 22 مقابله وفرصه للتعويض، هناك فرصه كبيره. رساله لجماهير عديل مع الكاميرا، شنو تبغي تقول لجماهير الرجاء البيضاوي بخصوص حلقه اليوم اصدار الرجاء؟ شنو نقول لكم؟
خوتي جمهور فريق الرجاء البيضاوي، حنا بصح كندوزو واحد المرحله اللي خايبه بزاف، وحتى شي واحد ما كيرضى بها، حتى شي واحد ما كيرضى بها. حنا مقدرين ظروفكم ومقدرينكم بانك ديبلاصه وكتبعوا الفرقه ومعانا في السراء والضراء. حنا بغيناكم تزيدوا تعاونونا وتزيدوا تشجعونا، وصراحه راه عندنا لاعبين شبان اللي يقدروا يتاثروا شويه بهذاك السبان الوقت اللي كيتسب شي واحد ولا هذه. انا من هذا المنبر هذه كنبغي نقول لكم انا اي حاجه الا كان شي خسران ولا شي حاجه ولا كنت باغي تسبوا، اول واحد تسبوا عادل الكروشي، هو اللي يتحملوا المسؤوليه واللعاب، لان حنا كنحاولوا نشدوا بيديهم باش نزيدوا ان شاء الله بفرقه القدام. انا كيف نعاود نقول لكم الا كنتوا باغي تسبوا سبوني انا، مرحبا على راس العين، انا نتقبل كل شيء. وحنا راه كاملين، انتم كجمهور حنا لعابه راه كنشجعوا فريق واحد هو فريق الرجاء البيضاوي. وحنا حنا 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 التونيه هذا غالي علينا، وراي واحد كيدخل كيدير فوق المجهود ديالو باش يرضي الجماهير. حنا باقي المقابلات، ولكن كنتمنوا باش تساندونا. حنا باقي عندنا لقب واحد اللي غنلعبوا عليه هو شامبيونا. حنا مازال جايين ان شاء الله ميركاتو، مازال جايين بزاف د الحوايج، ونتفائلوا كاملين خير، وغير زيدوا شجعونا. انا كنقول لكم غير زيدوا شجعونا، وان شاء الله غير يكون غير الخير، لان غتعايرونا ما غتعايروناش، ديما حنا غنتقبلوكم، وكنتمنى ان شاء الله باش يكون خير. وشكرا بزاف على اي حاجه، وديما راجع. شكرا عادل الكروشي، كلام مؤثر صراحه، رساله واضحه لكل الجماهير الرجاوي العاشقه للفريق الاخضر. شكر خاص لكم مشاهدينا الحسنى الاصغاء والمتابعه، ايضا شكر خاص لزملائي في الخليه الاعلاميه لفريق الرجاء البيضاوي، الزملاء التقنيين عبد العالي الشرعي، نبيل بخوش، مهدي حقي، ومخرج البرنامج امين اباه. هذه تحياتي، في امان الله.